والعضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية استقبل بنفسه مؤسسي اي دي بلوك وبيوت، وأعلن لهم مجموعة من المفاجآت. اي دي بلوك عندهم تشالنجز كتيرة قوي، وإحنا عندنا مبنى بسيط موجود في التجمع. لو لقينا ان السيستم اللي هو حطه مفيد بالنسبة لنا وإيكولوجيكال، احنا هنستعمله في المبنى بتاعنا. بالنسبة لبيوت، هو عنده فكر متميز جدا، واحنا نكون اول مستفيد من الابليكيشن ده عندنا بشركة مصر إدارة الأصول العقارية. يا ترى مين من متسابقين حلقة النهاردة هيقابل العملاق الاستثماري مصر القبضة للتأمين؟ مين هيحصل على الفرصة؟